السلام عليكم دراري، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم معايا نصر بن ماتوكي، بطل سيدي علي ورا بطل المغرب الحسن، الحسن المجدوبي. هذا حسنيات انا نحط لكم في الفيديو كي داير. سخنا في الاول واحد 4 ساعة ولا 3 ساعة، 4 ديال جوج دقائق في اوتو ماكس، يعني زوم 4 5 بيناتهم 3 دقائق ديال ريكيبيراسيون. سالينا الاولى عندنا 6 دقائق ديال ريكيبيراسيون ما بين ديك الربعة، غنعاودو 4 وحدين اخرين، عاوتاني نرجعو 6 دقائق، نعاودو 4 ديال جوج دقائق اخرين، وعاد واحد 3 ساعة ندورو الرجلين، نحيدو لاسيد، ندخلو اونفور ان شاء الله. نخليكم مرة مرة مع شي ماشي بارطاج ديال كسيرات. ها انتم باقا جوج دقائق ونص تقريبا الراحه. شي في المستوى اخاي هذيك اخاي كاين، الله يعطيني صحتك. انا صافي من الافضل الصايدين ديالنا، اما حنا على البيخوس والله يا اخا. حنا عاد دخلنا لهذه الرياضه الدراري طالعين فيها تبارك الله. هذا كنعقل على ستيتو خا كيقول له رجع كيبقى يبكي. ها هو تبارك الله دابا حماق على الكراب. انترفال ثاني تسالا ارتاح واحد 6 دقائق غنزيدو 4 ان شاء الله. يوم النهار الاول السيرية بحال هيدا، البروغرام كيبدا معانا عاد شوية شوية. دابا درنا 2 دقائق 4 المرات، كنبداو شي قاصح السيمانة الجاية أو السيمانة المرعاة كيبقاو يزيدو بشوية بشوية. هذا فيها ثلاثة الآخر لي 4 عاوتاني، أرتاح شوية ونكمل. الحسن كيتفيك هاني نضيلة أرا لسقوط. واحد عند في انا شي مرتاح شوف خلي شي دوز من الراس غنديروا الحسن في الراس وايد دينا تاع الدار.
الله 14 دقيقة يا سيدي برافو محمد سمعوا سمعوا التنفس دابا هو هذاك ناضين كناضين كلشي واعر كيف تلحق هانتوما الدراري البطانة صارت الدراري شتي الدراري شتي كيفاش كي رياض اليوم عندنا شحال كان ساعدنا 4 جوج دقايق 4 في 3 في 4 هذا النهار الاول ساهل شويه يعني في المستوى واش كتفتتح به كيف تفتتح به البروغرام مور ديك جوج دقايق كتولي بعدا ترتاح 3 دقايق تبقى دير جوج جوج تحس راسك اون فورم عاوتاني كتولي ترتاح على دقيقه ديما داكشي كيمشي تدريج ملي كتولي عاوتاني كتولي دير 3 دقايق فايوا جوج دقايق هو دائما دائما كتبقى ماشي كتزيد شويه شويه باش ما كتبلاطوش بحال كنقولوا بلاطو هو كتبقى ماشي فواحد الخط ما كتحسنش الحمد لله شكرا على كل حال قول لهم شي كلمه كنشكروا اخ محمد المدرب ديال نادي الدويد العرايش كنشكروا بزاف شفتي اخاي مرحبا بالدراري كاملين اللي بغاو يريدوا محمد طاكو كنشكروك مقاتل صادين هو البطل المقاتل ديال نادي العرايش الله يسر عندك هو الحسن راه هو نزل ديال طنجه تبارك الله عليه حق حق كاملين مشاو سيدين هاد كاملين سرقاتهم سيدين لا والله ما سرقتنا اخاي ما جبرتوش شكون ليه ما جبرناش شي دعم الا كاين شي ناس بالعراش اللي دعموا الدراري ديالنا حتى شي واحد دعمنا هنايا في العراش ما كناش ما كانوش يهرب الدراري دابا هما مع الدراري في كازا الحمد لله كازا تبارك الله عليه عنده الدراري بزاف عنده سبونسورات عنده فرقه واعره غيجيبو تيس كاينه جوج فرق كاينه وحده كونتيننتال وكاينه وحده عاديه كتجري في المغرب هذا ديال المغرب انا ديال المغرب هذا كونتيننتال الله يتبارك ان شاء الله العام الجاي غادي نكون حنا في كونتيننتال كلشي الدراري نطلبوا لهم النجاح في الحياه ديالهم السلام عليكم خليكم مره مره هنايا دابا نمشيو هاي زون جوج قلب مرتاح حتى العريش ان شاء الله خال حسن شي كلمه للمتتبعين تحيه الاخ محمد ديال الاولى صراحه واحد الانسان اللي هو مضبوط في الوقت ديالو مضبوط في الوقت ديالو الله يبارك فيك صافي حتى هو الشامبيون ديالنا اه ها فين هو ان شاء الله العام اللي ماشي يطلع المقله على مزيان عنده الشغل قاصا حسين جونيور غيطلع لها الدراري تبارك الله عليهم يلا خوتي الدراري بسلامه وتهلاو بسلامه خوتي هاي البطل ديال الفيتيرانوس ديالنا